ومع اقتراب نهاية الشهر الفضيل اعتادت مملكة البحرين أن تشهد في أواخر رمضان من كل عام احتفالية شعبية تجوب الفرجان تردد أهازيج تعبر عن حزنهم على فراق شهر الخير والبركة. هذا الموروث الشعبي الذي اعتاد أهل البحرين على إقامته في أواخر أيام الشهر الفضيل لا زال حاضرا وتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. هذه الكلمات الحزينة تنطلق مسيرات تجوب الفرجان تقودها الفرق الشعبية تردد الأهازيج في وداع شهر الخير والبركة معبرين عن حزنهم لفراقه. قلوب ملؤها الحزن على فراق الشهر الفضيل بلحظاته الرائعة ولياليه الجميلة. يعني تقريبا الفرقة يمكن حياتها حوالي 30 سنة تقريبا، ويمكن اللي قبلنا بعد حيوها بس يمكن بطريقة كانت أقل من ذي، فكانوا الأول مجرد آلة الطبل بس هي اللي تستخدم في في الوداع، يكون المسحة يعني المسحر هو ويا الناس ويصفقون ويغنون شيء، بس عقب الأوانة الأخيرة كل شيء تغير. طبعا احنا يعني يوم كنا صغار كنا نلاحق الأفراق الشعبية ونشوف يحيون الوداع ما شاء الله في كل فرجان. والفرجان مثلا مثل ما تقولين قبل كان بعد غير الحين، قبل كان يعني عدد قليل ما شاء الله، الحين الناس قامت تشوف الوداع ويصير اعلان عنه، فالناس كلها تجمع ما شاء الله حق الوداع بشكل حلو وشيء يعني جميل. هاي من التراث البحريني اللي احنا متعودين عليه. الوداع الاول يسمعون من صوت الطابول، من طقه الطابول واليهال يتصوخون يتسمعون يعني وين دي طقه الطابول، يطلعون يعني ساعات بروحه اللي بيودع، والكبار احنا ورا، بس تحصل من كل بيت مثلا يطلع ياهل ياهلين ورا. والحمد لله احنا فرقتنا شباب الحد قاعدين نعلم عيالنا وعيال عيالنا ورايحين نواصل في ذي الموروث ان شاء الله. هذا الموروث الشعبي تناقلته الأجيال، فيخرج أهالي البحرين في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر الفضيل يرددون الأهازيج التي تلخص تفاصيل الشهر الكريم وكافة العبادات التي قام المسلمون بتأديتها في هذه الأيام المباركة. يعتبر موروث، فإحنا يعني لازم ننقله من عندنا حق الشباب الصغار ذلين على اساس يعني يتعلمون من احنا بعد يعني الموروث هذا الشعبي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. هذا الضيف الذي ياتينا بحب ويرحل على عجل تاركا وراءه ذكريات جميلة أميلين أن نعيش تفاصيلها مجددا عاما بعد عام. لوداع موروث شعبي وعرف من أعراف الشهر الفضيل يحرص على إحياء لياليه فرجان البحرين يرددون الأهازيج بكلمات حزينة على فراق الشهر الفضيل أميلين أن يعيشوا تفاصيله مجددا في السنوات القادمة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.